الو، الو، اهلا يا داليا، ازيك؟ ايوه، اهلا يا ازاي داليا، اخبارك ايه؟ تمام، انت ازاي حضرتك، متجوزه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. لا، هو انا مش متجوزه، بس يعني حضرت موقف بقى مع صحابي وقرايبي وكده. احكي لي طيب، ايه الموقف؟ ان في واحده صاحبتي كانت مخطوبه وكده، وهما كانوا بيحبوا بعض جدا وما كانش في بينهم اي مشاكل، وكان اصلا فرحهم قرب، كان فاضل على فرحهم شهر تقريبا، كانوا حاجزين القاعه يعني كل حاجه متظبطه. وقاعده بقى كده يعني قاعدين بيتكلموا مع بعض، فقالت له ان هي كانت مرتبطه بواحد قبل كده او بتحب واحد قبل كده، بس كانت يعني كانت في ثانوي، يعني كانوا اطفال. فبص لها كده ويعني ايه، ما ادهاش اي رياكشن. بعد كده لما روحت كلمها على الموبايل وقال لها بصي انا مش هينفع اكمل، انت صاحبتي قبل كده وارتبطتي قبل كده، وانا بصراحه مش هينفع اكمل مع واحده كانت بترتبط. وقفل موبايله، ومامته كلمت مامتها وقالت لها خلاص يعني احنا عايزين الشبكه بقى بتاعتنا وكده، وكل شيء اسمه نصيب. هي عشان ايه بس اللي خلاها هي بتقول له بحسن نية، يعني هي انه حاجة بتقول بحسن نيه وخلصت وخلاص، يعني وانتهت؟ هم اصلا احنا يعني على فكرة كل الشيوخ وكده بيحذروا من القصة دي وخلاص، انتي ما حدش يحكي على حاجة خلصت وانتهت، ما حدش بالظبط. يحكي عنها. وهو ما كانش في حياتها، يعني هو كده كده ما كانش في حياتها. بعدين الموضوع كان قديم قوي، يعني مش سبب ان هو يفتح ليه خطوبه، الموضوع كان قديم قوي، كانت هي صغيره. وقاعدين بقى بيكلموا، وجيت هو هيسيب جاب كلام الصريحة وهيروح يتجوز واحدة كدابة بتضحك عليه في حاجات قريبة جدا ومش هتقوله عليها، يعني هو كده هيبقى مبسوط، يعني هو هيبقى مبسوط هيبقى جدا مرضي. انه ومرضي جدا ان في واحدة كدابة هيروح يتجوزها، لانه لو الصريحة الغلبانة اللي حكت له حاجة عبيطة جدا سابها عشان العبط ده، انما هو عايز يضحك عليه فبراحته. مش حاضر حاضر، هو ايه رأيك؟ بالظبط كده. ما هو حضرتك، هي يعني اكيد حضرتك برضو قبل ما تخطبها كنت تعرف بنت واثنين وثلاثة، هل معنى كده ان الثلاث بنات اللي حضرتك عرفتهم وما اتجوزتهمش توقف حالهم؟ مش هيتجوزوا هم كمان؟ طيب ليه حضرتك تعرف؟ تمام، على اعتبار ان انا راجل وما يعجبنيش حاجة، في حين ان البنت اللي طبيعي جدا ممكن تكون اتخطبت، اتقدم لها حد وما حصلش نصيب، حبت في المراهقة في ايام ثانوي زي البنت اللي بتقول دي وجات صرحتك، تمام؟ اللي جات صرحتك دي المفروض تحترم صراحتها وتشيلها على دماغك، لان هي ما بتخبيش عنك حاجه. خلاص هو مش عاجبه البنت بالظبط. الصريحه، حاضر، مش ده بقى، محدش هيقول حاجه، ده حاضر. بقى فعلا يخلينا نتكلم في انهي نقطه؟ نقطه مهمه جدا. هل لو في حاجات حصلت قبل كده بالنسبه خلينا نتكلم في الست، لان دايما يعني المشكله بتبقى عند الست في الحته دي. ما دام الموضوع اتقفل زي ما الشيوخ قالوا واتعمل له شيفت ديليت، يعني اتلغى من حياتك تماما، ما تفتحيهوش تاني وتحكيه. لا، وبصي هقول لك على حاجه، احيانا هما بعض الشباب او الولاد او الرجاله بيحبوا يستدرجوها بكلام. على فكره انا عادي جدا، احكي لي كل حاجه، يعني هي بيخليها تطمن له لغايه اما تقع بلسانها ويقوم يقول لها ايه بس. بالظبط.